في إطار المنظومات العقبية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نظم قطاع الحماية المجتمعية ندوة دينية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد في إطار الندوات الدينية التي ينظمها القطاع لتصحيح المفاهيم الفكرية والسلوكية للنزلاء. تأتي الندوات الدينية والتثقيفية كأحد الأدوات الرئيسية في منظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية لتقويم سلوكيات النزلاء وتصحيح المفاهيم الفكرية. في هذا الإطار أقام قطاع الحماية المجتمعية احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة العام الهجري الجديد. قال قائل يتمدح حضرة النبي مخاطباً آل بيت النبي: يا آل طه لنا في حيكم قمر له الحصى ناطق والبدر منقسم. نخرج من هذه الدروس وهذه الفعاليات بإنسان جديد ينفع نفسه وينفع مجتمعه، وكذلك بإنسان ساهمنا في أنه لا يعاقب أكثر من مرة على ذنب أخطأه. نعم يعاقب لأنه أخطأ، لكن لا يعاقب إلا مرة واحدة ثم يعود إلى المجتمع إنسان جديد. تقام تلك الندوات بصورة منتظمة، وهو ما يفتح المجال أمام نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل للاستفسار عن أمور دينهم ودنياهم، وترفع الوعي الديني والثقافي لديهم بما يمكنهم من الاندماج السريع في المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة. اجعل مصرنا في أمانك وضمانك يا أكرم من سئل، نعوذ بك من سوء القضاء، نعوذ بك من عضال الباب، نعوذ بك من شماتة الأعداء. جميل قوي انه يبقى قطاع الحماية المجتمعية مهمته الرئيسية هو التهذيب والتزكية والإصلاح، ان العنصر اللي ارتكب خطأ في المجتمع ان يأتي الى هذا المكان لنعيده للمجتمع مرة اخرى بصورة جميلة. ده شيء محمود من جانب وزارة الداخلية، ونقول لهم سيروا على هذا النهج، نسأل الله عز وجل أن يسدد رميهم وأن يسدد خطاهم في هذا الجانب. قطاع الحماية المجتمعية وفر لي النهاردة اللي أنا في أي ندوة دينية النهاردة بحضرها أو أي مناسبة دينية بحضر الندوة، أبتدي أسأل عن الدين بتاعي، أعرف معلومات عن الدين بتاعي. إحنا بنستفاد منها حاجات كتيرة قوي، وإحنا ما كناش مقربين من ربنا يعني بزيادة، بس لما حضرنا الندوة وشفنا الشيوخ بتاعة الأزهر واستفدنا منها معلومات جميلة جدا. في الاحتفال بالهجرة النبوية الشريفة كان الحضور اللافت لمواهب نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الإنشاد الديني، والتي يحرص القطاع على إصقالها من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال. أقدر أقول ما رأيت قط مثل ذلك، يعني أنا عمري في حياتي ما شفت الجمال اللي أنا شفته النهاردة ده. يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم يعني أحد المتخصصين في الموسيقى العربية، ينشدون ويمدحون ويتفاعل معهم كل من حضر. جزاهم الله خيرا وجزى الله القائمين كل خير. إحياء المناسبات الدينية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل أحد أوجه الرعاية الاجتماعية التي تقدمها وزارة الداخلية للنزلاء لإصلاحهم وتأهيلهم ضمن منظومة متكاملة من الرعاية المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل. إحياء قطاع الحماية المجتمعية لذكرى هجرة الرسول إنما هي فرصة لترسيخ مفاهيم دينية وفكرية مرتبطة بدروس الهجرة وسيرة النبي لدى النزلاء، وبما يمكنهم من بداية حياة جديدة عقب قضاء فترة العقوبة، وهذا هو جوهر السياسة العقابية الحديثة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.